فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث التي ستأتيك من المصنف هي كلها تنصب في أمر واحد، ألا وهو أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سداد ولا رشاد ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا الأسبوع الدرس الماضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغة واصطلاحا، وأيضا السنة عند جميع الطوائف، عند أهل العقائد، عند الفقهاء، عند الأصوليين، وأيضا عند المحدثين. اليوم إن شاء الله نبين أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتصام بها هو الجنة من الفتنة في الدنيا، وأيضا الوقاية العظيمة من العذاب في الآخرة. ثم نشرع في الكلام على الأحاديث، ونسأل الله جل في علاه أن يعيننا على ذلك. أما بالنسبة لوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، فإننا نقول فإن الله سد كل باب وأغلق كل باب إلا بابا يأتي به منه المرء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت شرع رسول الله فتجوزا، لأني أقصد أنه ناقل للشرع، وقد امتلأ الكتاب بالأمر ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالحث واستنهاض الهمة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا رشاد إلا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه كما في حديث ابن مسعود، فخط خطا وخط حوله خطوطا، ثم قال هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط قال وهذه سبل على كل سبيل شيطان. فالمرء إذا حاد عن السبيل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضرب الذي صار عليه الصحابة الكرام، فإنه لا بد أن يقع في شراك الشيطان، ولا بد أن يكون على خط من هذه الخطوط التي فيها الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري في أي المهلكة يقع. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه آية فيها مؤكدات ثلاث، فيها مؤكدات ثلاث يبين الله جل في علاه ويعلق الإيمان على التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم التام دون وجود أدنى حرج في الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكيف الحرج وأن القضاء جاء من الرب الجبار جل في علاه، ونقل ذلك الصادق الأمين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينقاد انقيادا تاما كاملا لربه جل في علاه، وأن ينصاع انصياعا كاملا تاما غير منقوص، وأن يتمثل بالاستسلام التام بلسان حاله، يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال علماؤنا فردوه إلى الله إلى كتابه، وردوه إلى الرسول في حياته إلى شخصه الكريم، فإن مات فإلى سنته صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال أحمد وغيره أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا الذي يستدل به العلماء على أن الأمر على الوجوب، لأن هذا التحذير فيه وعيد شديد ونهي أكيد من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك لما ورد أناسا يعني يحرمون من قبل الميقات حيث لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فنهاهم الإمام مالك، فقالوا يا إمام والله زيادة الخير خير، ما أردنا للخير. فقال أخشى عليكم. قال ما تخشى علينا؟ قال أخشى عليكم الفتنة. أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أن ترى نفسك قد فعلت أمرا قد قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الله جل وعلا في الآية التي أظهرت علامات الإيمان الحق في القلب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول، وما من الأسماء المبهمة، كل ما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله جل في علاه وبين أن بطلان الأعمال بالحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد وهذه دلالة واضحة جدا على الشرطين الأكيدين لقبول العمل: الإخلاص لله جل في علاه، وما من عمل يقبل عند الله إلا ما ابتغي به وجهه، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه يغار فلا يعبد إلا وحده سبحانه جل في علاه، ولا يعبد إلا بما شرع هو سبحانه، لأنها أحقية الربوبية، ما دام هو الذي خلق، ما دام هو الذي رزق، ما دام هو الذي أمات وأحيا سبحانه وجل في علاه، إذن فهو الذي يشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، والمعنى أنه بطلان العمل مناط بمعصية الله جل وعلا أو بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لي له خشية. وهذا فيه دلالة على أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان لمخالفة النبي، أو رأى أحد نفسه أنه يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بصنع طاعة معينة، بل التيسير حين التيسير والتجديد حين التجديد الأصل فيه هو الدوران مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أهل الحق يظهرون إلى يوم القيامة بشرط وقيد أن يتمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة وأن الهداية التامة وعدم الإضلال وعدم الضلال بالتمسك بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، يعني وهم ظاهرون على الناس. لما؟ لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة العظيمة التي في المسند وفي السنن عن العرباض بن سارية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قالوا: يا رسول الله، كأنهم يقولون: يا رسول الله، وما النجاة؟ فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. أو قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي قال: وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه، أن النبي قال: ما من نبي بعثه الله جل وعلا في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، نعوذ بالله من النفاق، تخلف من بعدهم خلوف. ثم بين وفسر هذا الصفات والسمات التي تعلو هؤلاء: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، نعوذ بالله من الخذلان، كأنهم يهتدون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: قال: قوم يقتدون أو يهتدون بغير سنتي.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته كما سيأتي في السنن، يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه حلال استحللناه وما وجدناه فيه حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، أو قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الأئمة الأربعة الذين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثرهم والاقتداء بهم والعمل على ما كانوا عليه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر عمر بن الخطاب يقول إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. وهل ارتقى أبو بكر هذا المرتقى؟ وهل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان من أعظم الناس مكانة عند صحابة رسول الله إلا بعظم تمسكه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعظم عضه بالنوارد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءته المرأة الجدة تطلب منه الميراث قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، ثم قال ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، انظري حتى أو انتظري حتى أنظر في الناس من سمع من رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم. فقال المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها السدس تمسكا بسنة النبي. وأنت ترى كيف تمسك وكيف أنه بكلية حياته وقلبه وجماع أمره يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه عمر بن الخطاب بعدما جاء حذيفة لعمر وهم يتكلمون على كتابة القرآن أو حفظ القرآن في الكتاب، أول تدوين الكتاب أو جمع المصاحف على مصحف واحد، فيقول أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. وطبعا الإجابة عن ذلك أنه استقر في نفوسهم أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به، وهو من الأسباب التي يمكن أن نقول تفسيرا لقول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يكره من شدة الغيرة أن تخرج المرأة من بيته، لكنه كما كانت تقول له أتمنعني من المسجد، فيقول لا ولكني أكره، يخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه إماء الله مساجد الله. وهو الذي إذا لما كان على فراش الموت وقالوا له استخلف قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، ولئن لا استخلف فقد فعله من هو أفضل مني، ويقول وهو يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم فمال قلبه وقالبه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يخالف ذلك ويقول بل النبي قد استخلف إشارة وإيماء، بل قالوا تصريحا عندما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل إني أولى بها وإني أحق بها، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس، وهو الذي قد تمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مقمصك بقميص فلا تخلعه فإن أرادوك خلعه فلا تفعل حتى قتل مظلوما رضي الله عنه أرضاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه والذي كان يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرها بين الناس، حتى أنه يعني عاتب ابن عباس في المتعة وقال له إنك رجل تائه إن رسول الله قد حرم المتعة. وابن عمر مشهور بين الصحابة بأنه الأثري الذي كان يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخوة الكرام هذه المقدمة العظيمة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون منهاجا لنا في الحياة، وهي التي نقف على أرض صلبة نعمل بها ونعلم أنه لا نجاة لنا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء وأهل البدع فإنهم يحاربون السنن لأنها أعيتهم، وإنهم لا يعملون لا يأتون بهتانا وزورا، لأنهم يجعلون سنة السلام خلفهم ظهرية ثم ينكرون على من يتمسك بالسنية ويتهمونهم بالظاهرية والجمود والتطرف وغير ذلك من الأقوال التي لا طائل تحتها. وعامة العلم سيبقى ولا يصح في النهاية إلا الصحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. يعني إن شاء الله من الأسبوع من الدرس القادم سنتكلم تفصيلا عن الأسانيد. عامة الحديث صحيح إجمالا قبل أن نتكلم عن الإسناد إفرادا، الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح به وأيضا الذي بعده. وهذا الحديث يعني ابن ماجه يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، وشريك في حديث يعني شريك القاضي بعدما استلم القضاء حدث في يعني هو يعني من أفراد مسلم لا من البخاري على ما أذكر لم أكن وهما، وفي حفظه شيء
ساء حفظه عندما استلم القضاء. عن الأعمش سليمان بن مهران وهو الثقة الثبت الفحل لكنه مدلس على المشهور، وأن الأعمش قال عن أبي صالح، وهنا عن عنا، وأنا لن أبحث في هذه المسألة على تصريح الأعمش بالتحديث كما قال الذهبي، لأن الأعمش من أخص تلاميذ أبي صالح. أبو صالح يعني هو كان الأعمش يلازمه ملازمة تامة، فيبعد أن يكون قد فاته مجلس من مجالس أبي صالح، فلا يعني لا غروة أن نقول تمر هنا العنعنة على أن المدلس لا تمر عنعنته إلا أن يصرح بالسماع، لكن هنا تمر للملازمة، ملازمة الأعمش لأبي صالح، لأن المسألة في عدم مرور عنعنة المدلس هو أنه يمكن أن يكون قد أخذه من واسطة، يعني يأخذ الحديث نازلا ثم يعلو به ويسقط هذه الواسطة، فتكون الواسطة فيها جهالة، فيها ضعف، فهنا هذا الاحتمالية ضعيفة جدا، لأن الأعمش لم يترك مجلسا من مجالس أبي صالح، كان ملازما، يعني كان من أخص تلاميذ أبي صالح، فلذلك نقول يبعد أن يعني يفوته مجلس من مجالس أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن رسول الله. من أهم الميز التي يميز أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو ما قاله المنقبة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما سأله من أسعد الناس بشفاعتك، قال يا أبا هريرة ما ظننت أحدا يسألني هذا السؤال قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي الرواية الثانية محمد بن الصباح ومن الثقات أيضا وجرير من رجال الكتب الستة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نفس الإسناد، وسلسلة من أصح الأسانيد هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحديث الأول ليس فيه التقييد بما استطعتم في الأمر، فهو الأمر والنهي سواء، وأما الثاني كأن الأول جاء مجملا وأما الثاني جاء على التفسير والتبيين والتفصيل، قال فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا حديث عظيم جدا كما قال الإمام النووي، هو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحوي تحته أحكاما عظيمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، يعني المعنى كشرط، إذا تركتكم لم أأمركم بشيء، وما نهيتكم عن شيء فلا تسألوني عن شيء، حتى لا يحرم عليكم أمر كان مباحا بسبب سؤالكم، فيحدث العنت ويحدث المشقة وأيضا التضييق والتحجير، والأصل عدم التحجير وعدم التضييق. لا تسألوني عن شيء حتى أكون أنا الذي أبدأكم به في الأمر وفي النهي. وهذه أيضا دلالة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وهذه من تمام يعني نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو الذي وصفه الله جل وعلا بأنه كان بالمؤمنين رحيما. فمن تمام رحمته لأمته أنه يقول لا تسألوني حتى أن أكون أنا الذي ابتدأت بالأمر أو النهي، على أساس أنه يكون من الله جل وعلا وحيا كما سنبين في الفوائد المستنبطة. لأن هذا الحديث أيضا يستدل به من يقول بأن النبي مشرع، وهذا خلاف أصولي مشهور بين العلماء، هل النبي ناقل للشرع أم هو مشرع، وثمرة الخلاف في ذلك ليست يعني ثمرة ممكن نبحث عنها تؤدي إلى اختلاف في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. لا تسألوني عن شيء حتى أكون أنا الذي ابتدأتكم به. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لأنه قد يوافق الجواب عن السؤال الشدة في الأحكام والعنت كما قلنا، لأن السعيد من وعد بغيره، فإن بني إسرائيل كانوا لما سألوا موسى في أكثر وشددوا على أنفسهم شدد الله عليهم بالجواب، لذلك الله جل وعلا وضع عليهم الأغلال والأسار وأيضا التجديد الأحكام بسبب ما كانوا فيه من شدة المخالفة وكثرة الأسئلة على للأنبياء التعنتية كما سيأتي. ذروني اتركوني ما تركتكم، لا تسألوني حتى لا يشق عليكم الأمر. ولذلك أنت يعني قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مسألة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحج وأن الله أمرهم بالحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا سيجر عليهم ما لا يستطيعونه، قال لو قلت نعم لوجبت،
ولا ما استطعتم. أرأيتم كيف السؤال كيف يأتي بأمر يشق على الناس؟ لذلك من رحمة النبي قال ذروني لا تسألوني حتى أبدأكم أنا بالأمر أو النهي، وما عليكم إلا السمع والطاعة إن أمرتكم ونهيتكم، أما إن كان الأمر مسكوت عنه معفو عنه فعلى العفو وعلى السكوت. قال ذروني ما تركتكم بأبي هو أمي، فإنما هلك من كان قبلكم، ويقصد بأهل الكتاب هم الذين كانوا في السابق، لأنهم هم الذين جاءتهم الأنبياء، وأكثر الأنبياء جاءوا لبني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، النبي تلو النبي. فإنما هلك من كان قبلكم، يقصد أهل الكتاب، بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بسؤالهم لابد أن نقول بسؤالهم هذا ليس على العموم، لأن الله جل وعلا قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحديث المختلف فيه في الرجل صاحب الشجة الذي شج رأسه وكان في سفر وقام جنبا وأراد الصلاة فقالوا اغتسل لا نرى لك إلا أن تغتسل لا تتيمم، لأن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأنت واجد للماء، لكن غاب عنهم أن الواجد الماء إما أن يكون الفاقد الماء فاقد حكما أو حقيقة، وهو فاقد حكما لأنه لا يستطيع استعماله، واتقوا الله ما استطعتم، فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء لأي السؤال. والله جل وعلا أمر أمرا جزما عموما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكان الصحابة كما قال أنس يهابون النبي فلا يستطيعون سؤاله، وأرادوا التعلم والتعلم يكون من السؤال والجواب. قالوا فكنا أفرح الناس بإتيان الأعرابي، لأن الأعرابي يتجرأ ويستطيع أن يسأل، كما جاء الأعرابي بصوت عالي له دوي لا يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، لأن العرب لهم لكنة معروفة البدوية، الكلام البدوي صعب الفهم. فقال أنت محمد، ثم سأله أسئلة، فقال أنس فكنا نحب العربي يأتي فيسأله فنتعلم، يسمعون ذلك ويتعلمون. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم ليس هذا على العموم، هذا عام يراد به الخصوص أو هو مخصوص بالسؤال الذي فيه تعنت، والسؤال أو البحث عن عضل المسائل، والسؤال الذي يؤدي إلى الجدال والخصام ويؤدي إلى المنازعة والافتراق والاختلاف، هذا هو الذي كان متسببا في إهلاك هؤلاء القوم، لأنهم ما سألوه كما قال الله جل وعلا في كتابه ما سألوه إلا جدلا، هم ما سألوا ذلك إلا جدلا، وهم قوم خصمون لما تكلموا عن عيسى عليه السلام. وأيضا سؤالهم لموسى كان تعنتا، لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فلما تعنتوا في السؤال وما كانوا يسألون للتعلم ولا للتذكر ولا للتعبد، هو مشقة وعنت وأيضا جدلا، فإن الله جل وعلا قد شدد عليهم لما تشددوا. لذلك قوله سلم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم ليس هذا على العموم، بل بالسؤال الذي فيه التعنت والجدل والخصام الذي يؤدي إلى الفرقة والنزاع. ولذلك قال بسؤالهم واختلافهم، كأنها تفسيرا، لأن هذا السؤال يؤدي إلى الاختلاف، فيكون الكلام كله على السؤال الذي يؤدي إلى الاختلاف. بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وطبعا اختلافهم على أنبيائهم لأنهم لم ينصعوا. موسى عليه السلام ذاق الأمرين مع بني إسرائيل، لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قابله في المعراج بأبيه وأمي وقال افترض الله علي 50 صلاة، قال أمتك لا تستطيع ذلك، عالجت الناس قبلك فارجع إلى ربك فليخفف عنك. فكان موسى عليه السلام ما يأمر بأمر إلا أتوا بغيره وبخلافه، وما برحوا أن أنقذهم الله جل في علاه من فرعون وأهلكه أمام عيونهم، إلا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نعوذ بالله من الخذلان. فهم يختلفون كثيرا على أنبيائهم. ولما رحل موسى ولما سافر موسى للقاء ربه، لما ذهب موسى إلى لقاء ربه جل في علاه، اتخذوا الصنم العجلة يعبدونه من دون الله، وقام هارون ناصحا أمينا ويقول إنما إلهكم الله، ومع ذلك كادوا يقتلونه كما هو فسر لموسى هذا الأمر. فاختلاف الاختلاف على الأنبياء هذه تؤدي إلى الهلكة،
تؤدي إلى النزاع، تؤدي إلى الفرقة، والله جل وعلا لا يرضى على ذلك. والاختلاف على الأنبياء يظهر عندنا جليا في هذه الأوقات التي نحن فيها، عندما يختلفون على أنبيائهم بتقديم عقولهم الخربة على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ويقولون النقل لا يقدم على العقل بحال، العقل هو ميزان كل شيء، حتى العقل هو ميزان معرفة الرب جل في علاه، وضلوا وأضلوا بما تبنوا بذلك. فهذا من باب اختلافهم على أنبيائهم، أنهم يضربون الحديث عرض الحائط إن خالف عقولهم. والحق أن العقل السليم السديد لا يمكن أن يخالف النقل الصريح الصحيح بحال من الأحوال. ويعني صور ذلك في العصر الذي نعيش فيه كثير، فكثير ممن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعصب المذهبي، وهذا اختلاف على الأنبياء، بل بعضهم قد تجرأ على عرض أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما فعل الكوثري من أجل مذهبه مذهب الأحناف، فيقدر يعني لما وجد أن الحديث حجة عليهم وليس لهم أخذ يطعن في أبي هريرة ويطعن في الحديث ويطعن في الصحابة. هذه مصيبة كبرى أنه يقدم يعني الرجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا أيضا من باب الاختلاف على الأنبياء. ومن باب الاختلاف على الأنبياء هو أن الأهواء تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقد قال الله جل وعلا عن هؤلاء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالغرض المقصود، ورد أيضا حديث وإن كان الضعف فيه في سنده لكن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والاختلاف على الأنبياء كما قلنا وكثرة السؤال التعنت بالخصام والجدل يؤدي إلى فرقة القلوب. والله جل وعلا أعظم من نتمنى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم هو اتفاق القلوب. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الغرض المقصود بأن تأليف القلوب هذه من أعظم المنن التي امتن بها الله على نبيه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك نهاهم السلام هنا، هذا خرج مخرج الزجر عن كثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع. هنا النبي سلام ينفرهم من ذلك، بل يستنهد الهمم إلى الانقياد التام والاستسلام التام، لأن هذه محض العبودية، ركن العبودية الأكيد الأصيل هو الانصياع التام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوه، وفي الرواية الأخرى قال فأتوا منه ما استطعتم، قال فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. في الأولى ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به فخذوه، وقد ضرب لنا أروع الأمثلة الصحابة في ذلك بتمام الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان يمشي في الشارع يقبل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في أصحابه، فقال اجلسوا، فسمع ابن مسعود وهو خارج المسجد عجبا والله لهؤلاء القوم. لذلك قد قادوا وسادوا وكانت لهم الريادة والقيادة والسيادة التامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس ابن مسعود ولم يتحرك بمكانه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تعجب فقال على ما أنت عليه يا ابن مسعود؟ قال سمعتك بأبي أنت وأمي، سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالانقياد والانصياع كثير جدا، بحر إن شاء الله سنمر عليه مع التطبيقات العملية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كأنه يقول وعدم الهلكة منوط بعدم الأسئلة التعنتية وعدم الاختلاف على الأنبياء. فتفسيره فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذه يعني القطعة من الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم توافق قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، ولا خلاف بينها وبين قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ليس هناك نسخ. الصحيح الراجح أن قول الله جل في علاه كما قال ابن عباس لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها هي واتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما أتاها إلا الاستطاع. فكن هذه من باب التفسير قول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، أو
ولا يكلف نفسا الا ما اتاها، استغفر الله. لا خلاف بينها وبين قول الله جل في علاه واتقوا الله حق تقاته. فقالوا هذه منسوخه، قلنا لا، حق واتقوا الله حق تقاته هي واتقوا الله ما استطعت، يعني حق تقاتل الله فيما تستطيع انت، وما لا تستطيعه فعذرك عندك وربك يعذره، لان الله جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله وليس احد احب اليه العذر من الله جل في علاه. فلذلك نقول واتقوا الله ما استطعتم، هذه مفسرة لقول الله جل في علاه واتقوا الله حق تقاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر بشيء فخذوه، وإذا نهيت وما نهيتكم عنه فانتهوا، وفي الرواية الأخرى فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فهذه من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قواعد الإسلام الكبرى يدخل تحته كثير من الأحكام. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، يدخل في المعاملات وفي العبادات وفي غير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المعاملات نصدر الباب بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. فنحن نقول إذن آية المؤمن أنه إذا وعد وفى وأوفى، وهذه من صفة المؤمنين، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا وإذا عدتم وبعهد الله أوفوا، أمر من الله جل في علاه. فالغرض المقصود هذا الوفاء من شيم المؤمنين، وهو أيضا منوط باتقاء لما استطاع المرء. فإن العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم وآية المنافق ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف، قالوا إذا وعد وبيت الخلف، أما إذا خرج عن إرادته الخلف وما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يدخل في النفاق بحال من الأحوال، العذر معه. لذلك الوفاء والوفاء بالعقود يكون أيضا حسب استطاعة المرء. وأما في العبادات فكثير، ففي الصلاة فإنه يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، واتقوا الله ما استطعتم فأخذوا منه ما استطعتم. ولذلك لما جاء عمران بن حسين كما في الصحيحين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني، فقال يا رسول الله يشتكي البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يشتكي البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه فيها دلالة أنها دائرة أيضا على الاستطاعة. وكذلك في الوضوء، فإن المرأة إذا كانت على يديه جبيرة أو كان عليه جرح لا يستطيع أن يقرب الماء إلى هذا الجرح، فإننا نقول اغسل المكان الذي هو بعيد عن الجرح وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن استطعت أن تمسح على مكان الجرح فيكفيك، وإلا فتيمم لمكان الجرح. وهذا أيضا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا منه ما استطعتم. ولنا أروع الأمثلة في ذلك، عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه كان في غزوة ذات السلاسل وقام يصلي بالناس، فقام جنبا في الليل، قام جنبا وقام يصلي الفجر بالناس، فوجد أن الماء على برودة شديدة، فوجد الماء باردا فخشي على نفسه فتيمم ثم صلى بهم. فلما رجع عليه السلام فقص عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا يا عمرو؟ قال يا رسول الله إن الله جل في علاه يقول إن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فتبسم كأنه يقول ما استطعت استعمال الماء فاستخدمت التيمم. وهنا نقول فاقد الماء حكما لا حقيقة، وقد طبق قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وأيضا قد فعل ذلك كثير من الصحابة، ما أتوا من العبادات إلا ما استطاعوا، وكان منهم الذي لا يستطيع فإنه معذور ويسقط عنه أو تسقط عنه المطالبة والمساءلة. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما شحجت فخذه بأبي هو وأمي لما وقع من على فرسه، فصلى جالسا، فصلى الناس خلفه قياما، فأشار عليهم أن يجلسوا فصلوا جلوسا، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وركن الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين، صلي قائما لكنه لم يستطع، قلنا واتقوا الله ما استطعتم فأخذوا منه ما استطعتم. ويكون هذا من باب التفسير الفعلي
التطبيق الفعلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيطابق القول الفعل حتى تطمئن قلوب العباد لذلك. وأيضا في الطهارة كما في ستر العورة، أيضا في ستر العورة يعني المرء إذا لم يرد ثوبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء منه. وقد قال الله جل وعلا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة تغطية الكتفين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندما سأله أيصلي أحدنا في ثوب واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا لأن الصحابة كانوا في فقر، قال أو لكلكم ثوبان وكل واحد عنده ثوبان، لا أنتم في فقر. وهذا بالصبر على هذا لكم عظيم وافر الأجر وعظيم المثوبة عند الله جل في علاه، أو لكلكم ثوبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به حتى يغطي كتفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به أو اتزر به وترك الكتف عارية. مع أن ابن حزم خلافا للجماهير يرى بأنه لو ترك كتفه عاريا فصلاته باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان الجمهور يرون أن تغطية الكتف من باب الزينة فهي من باب الاستحباب، وتركها من باب الكراهة لا من باب التحريم. والقول الوسط الذي ندين الله به كما قال أحمد وبعض المحققين من الشافعية أنه على التحريم لكنه تحريم خارجي، يعني لا تبطل الصلاة به، فهو إن لم يغطي كتفيه وكان مستطيعا لذلك فإن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بمخالفة النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. وأيضا من ذلك الصيام، الصيام أن يعني أنت 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 مأمور شرعا كما قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهو لابد أن يمسك الطعام والشراب إذا ظهر الخيط الأبيض من الفجر، والخيط الأسود يكون في الليل يفطر إذا غاب حاجب الشمس أن يفطر. فإذا قام الرجل في الليل وأراد السحور وظن أنه ما زال في الليل فأكل، فبعدما أكل سمع المؤذن يقيم الصلاة فعلم يقين أنه أكل بعد الفجر، هذا نقول له أتم صومك لأنك اتقيت الله ما استطعت، لأنه قام ولما قام الليل نظر في السماء فقال ما زال ليس الفجر منا بعيد فأكل وشرب على ذلك. بل أبو بكر كان يقول لمولاه يقول له يا بني اغلق عنا الباب حتى نتسحر، اغلق عنا الباب يعني لا نرى الفجر قد خرج في السماء حتى نتسحر. وكان ابن عباس يقول كل ما شككت حتى تستيقن، كل ما شككت حتى تستيقن. وأيضا من فضل الله جل في علاه أنهم أفطروا في يوم، حديث أسماء أفطروا في يوم مع رسول كان يوم عشراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غابت الشمس، ولم يأمرهم سلم بالقضاء، لم يأمرهم سلم بالقضاء، وإن كان عروة قال ما بد من القضاء لكن ما في أي دليل تصريحا على أن سلم أمرهم بالقضاء. فالصحيح الراجح أن هذا كله يخضع لهذه الجزئية من الحديث العظيم، هذا الحديث الذي يعني فيه ما فيه من الحكم والعظات والعبر والأحكام العظيمة التي تأخذ منه. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء، وأنها شريعة ليست للإهلاك وليست للعنت ولا للأثار بل هي للتيسير والتخفيف على الناس، فحيث ما كان التيسير فحي هلا، فهذه هي شريعة ربنا جل في علاه. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا هنا في الحافل في الحديثين في الروايتين عندما تكلم عن النهي قال فانتهوا، وهذا أمر الوجوب فانتهوا لابد من الانتهاء، ولم يقيد فيه بما استطعتم. فيعني هذه فيها دلالة على الجزم بمسألة الانتهاء من المحرمات. الجمهور احتج بهذه القطعة من الحديث وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا بأن الانتهاء عن المحرمات أحب إلى الله من فعل الواجبات، الانتهاء عن المحرمات أحب إلى الله من فعل الواجبات، والدلالة على ذلك وهي أعظم أجرا من فعل الواجبات. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهوا، ولما تكلم عن الأوامر قال فأخذوا منه ما استطعتم، فكان التسهيل في الأوامر. وأيضا قد عضدوا ما يتبنون بالقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفاسد في الانتهاء عن المحرمات مقدم على جلب المصالح التي بها فعل الواجبات، وأيضا الحاضر يقدم على المبيح. ف
فهذه أدلة يستدلون بها على أن المحرمات أحب إلى الله جل في علا من الواجبات. وأما ما أدين الله به وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن فعل الواجبات أحب بكثير عند الله من فعل من ترك المحرمات. يعني من وقع في المحرم ليس كمن ترك الواجب، من ترك الواجب جرمه أعظم، ومن فعل المحرم فجرمه أقل وأخف. والدلالة على ذلك الدلالات، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تفرق إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أحبه الآن، أحب يدخل فيه المنهيات وفي المأمورات، أحب إلي مما افترضته عليه وما لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإن أبى علينا المخالف وقال الكلام كله على الواجبات، لم يتكلم عن المحرمات، قلنا قد صرح بأنها أحب الأشياء إليه، صرح بأنها أحب الأشياء إليه، أن يأتي بالواجبات ثم بالنوافل التابعة للواجبات. والدليل الآخر وهو فاصل في النزاع وهو محتج به شيخ الإسلام رحمه الله، بأن إبليس كان قد أمر فأبى على الله جل وعلا أمره وعصى الأمر فلعن وطرد، وأما آدم فقد ارتكب المنهي عنه، لأن الله جعل نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل من الشجرة. ألم أنهاكما ألم أقل لكما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فأنهاهم الله جل في علاه فوقعوا وقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله لهما. وأيضا قال الله: فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لا سيما أن الله جعل قال: ولم نجد له عزما، وهذا عذره، وقد رأى ما لا يصبر عليه فعذره الله جل في علاه. أما في الواجب فلا، أما في الواجب فلا. وهذا حديث فاصل في النزاع، وعامة المسألة خلافية، والخلاف فيها هين بسيط سهل، لكن الحق أن فعل الواجبات أحب إلى الله من ترك المحرمات، لا سيما وأن فعل الواجبات التي من أجلها خلق الله الخلق، لأن الله جعل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أصلها في فعل الواجبات، وإن كانت أيضا ترك المحرمات فيها ما فيها من العبادات، لقول سلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أرأيت يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله صدقة؟ قال: أرأيتم إن جعلها في حرام. يعني عندما انتهى كان لما فعلها في حرام كانت وزرا، فلما قبض عن ذلك وانقبض وانتهى كانت له أجر، فهي عبادة من العبادات. الانتهاء المحرمات هي عبادة أيضا، لكن أصل العبادات هو فعل الواجبات. بهذا نكون قد انتهينا من شرح الحديثين، الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى: يحتج في الحديث في الروايتين ما أمرتكم به فخذوا وما نهيتكم عنه فانتهوا. في الحديثين دليل لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ويستدلون لأنه قال: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن الآمر النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. وأيضا يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام له رجل على الحج قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، لو قلت نعم. فهي دائرة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أصولية الخلاف فيها يسير بفضل الله، لأن الثمرة ليست يعني عظيمة في هذا، فيها لا تؤثر سلبا على الاختلافات الفقهية أو إيجابا في المسائل الفقهية. ولكن الحق الذي ندين الله به أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى هي البلاغ، وحصر الله جل وعلا عمل النبي في هذه الدنيا بالبلاغ. قال الله جل وعلا: إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد بين في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه ما هو إلا رسول يتبع ما أوحي إليه، ولذلك قال الله جل وعلا: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته نقل الشرع، هو ناقل عن ربنا جل في علاه، وكما قال الزهري: من الله التشريع أو الأحكام، ومن الرسول البلاغ، ومن السمع والطاعة، علينا أو علينا السمع والطاعة. الفائدة الثانية: ذم المسائل التي تؤدي إلى الاختلاف وإلى الجدل وإلى الخصام، لأن فساد ذات البين
هي الحالقة. وشرعنا الحنيف جاء للتحاب والتواد والتآخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. الغرض المقصود أو لكم الجنة بسلام. الغرض المقصود بأن الأصل الأصيل ومقاصد الشريعة العظيمة هو التآلف والتحابب بين المؤمنين. اجتهاد وتحابه، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن فيه استنهاض الهمة على ذلك. وأيضا لم يأتكم نبأ الرجل الذي زار أخا له في الله محبة لله، فجاء الملك فقال: الله ما زرته إلا محبة في الله؟ قال: نعم. قال: فإن الله بعث له على مدرجتي ملكا يبشره بأن الله يحبه لذلك. هذه عظيمة جدا. فالتوافق والتواد والتحابب هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. لذلك كل من أخذ بأسباب الفرقة والنزاع والتخاصم والتجادل فإن والجدال المفضي إلى النزاع والبغض والكراهية، كل ذلك معارض لمقصد الشريعة، معارض لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف الذي لا يفسد للود قضية لا شيء فيه، ولا يزال الناس يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية حتى في التطبيقات العقدية التي لا تؤثر أصلا ولا سلبا في أصل العقيدة، فإن العلماء قد احتملوا ذلك ما داموا قد اتفقوا في الأصول العامة واتفقوا في كثير من المسائل، والخلاف الذي أو الاختلاف الذي وقع بينهم كان اختلافا مهما عظم فإنه يسير. الفائدة الثالثة وهو الاعتبار بالغير، كما قال ابن عباس: السعيد من وعد بغيره. والله جل وعلا يحذر الأمة بما فعل قوم لوط عندما قال: فجعلنا عليها أسافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال الله جل وعلا في بعض الآيات قال: وما هي من الظالمين ببعيد. ولا يتدبر ولا يتفكر ذلك إلا أولو الألباب. فالسعيد من اتعظ بغيره، كما قال المسلمون: السعيد من وعد بغيره. فإننا ننظر للأمم السابقة قد أهلكهم الله جل في علاه بكثرة اختلافاتهم وبكثرة التنازع وبكثرة الجدل والخصومة وكثرة الأسئلة المتعنتة على الأنبياء. فكأن الله جل وعلا يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمثلوا بهم فالعقاب واحد، ولا تكونوا أمثلهم، بل عليكم بمخالفة هذا النهج وهذا الطريق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على صحابته عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال: لتتبعن، في رواية: لتركبن، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه من الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذا الحديث العظيم. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذا أن النهي على التحريم، أن النهي على التحريم لقول سلم: فانتهوا لا ترتكبوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد عليهم بذلك إلا دلالة على أن النهي للتحريم. وقد ورد أدلة كثيرة على ذلك. أهم ما في هذه الأدلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. وقد نهى عن الأكل بالشمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا شمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. فلما قال الرجل: لا أستطيع، قال: لا استطعت فشلت يده. وأيضا لما نهى الله جل في علاه في كتابه عن شرب الخمر عندما قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أنس: ذهبت بالآية ووجدت أبا طلحة ومعه الأنصار والكؤوس تدور على الرؤوس، فقلت: أنزل الله في الخمر شيئا؟ فلما قرأنا عليهم الآيات قالوا: انتهينا ربنا، حتى أنهم ألقوا الخمرة وكانت في سكك المدينة كالأنهار وكالبحار. فالحديث في دلالة على النهي، على أن النهي للتحريم. وهذا الغالب أو عند محققي الأصول بأن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا دل دليل على الكراهة أن يصرفه من التحريم إلى الكراهة. كذلك الأمر، فإن ظاهر الأمر أيضا الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني، وهو أمرهم بذلك، دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. هذا آخر ما يمكن أن يقال في الفوائد المستنبطة لهذين الحديثين، وللحديث بقية وللأحاديث تتبعا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن يعمل الله وأن يستعملنا الله لدينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأشرف ما يعمل به المرء أو أشرف ما يكون عليه المرء هو التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها أو بتعلم هذه السنة والتعبد بها وبنشر ذلك بين الناس، تكون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها الهداية والفلاح والسداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ورزاكم الله أن خير. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.